في 2008 شنو صار؟ عادة البنوك لما بتعطي قروض حق أحد دائما تتأكد إن هاي الشخص يقدر يدفع هاي القروض، يقدر يدفع الأقساط اللي تصير على هاي القروض. في شغلة يسوونها البنوك يسمونها KYC، اللي معناتها Know Your Customer. إذا أنت ما تتأكد إن هاي الشخص يقدر يدفع هاي المبلغ، تيجي تودي روحك في داهية. إذا ما يدفع المبلغ اللي عليه، تترتب عليه سلسلة من المشاكل، وعادي بعض الأوادم يفلسون، بعض البنوك تتوهق لأن النظام الاقتصادي ماشي بهالطريقة، كل شيء مرتبط ببعض. ففي عندنا بنوك في أمريكا من أكبرهم ليمان براذرز. سوى ذي البنك؟ البنك قال أنا ببدي أعطي أوادم قروض ولا بشيك ولا هم يحسنون. شاف إن الموضوع الأوادم تستبح تبي تشتري بيوت. شنو صار؟ الأوادم اللي عطوهم هاي القروض ما قدروا يسددون. ومو بس هو البنك الوحيد، في وايد بنوك وصارت هاي الأزمة وكبرت، وصلت مرحلة إن البنوك صار عندها كل بيوت، عندها عقارات، بس ما عندها مبالغ، ما عندها سيولة تحركها. وصارت هاي السالفة اللي كل شيء ينصاد، كل شيء ما قاعد يتحرك، شيء استغنت. واصل حتى ذي الموضوع للبحرين. متخيلين إن أوادم في البحرين تفنشت بسالفة صايرة بعيد، يعني الموضوع مالها بعيد كلش. شوف ايش قد كيلومترات بين أمريكا والبحرين، سالفة صارت هناك أوادم في البحرين تفنشت. هذه الأزمة الاقتصادية اللي سويتها. طبعا الدمج اللي صار هناك في أمريكا يمكن أزيد منا كلنا. في أوادم تفنشت، في أوادم حتى السيفينجز اللي عندهم، مدخرات حياتهم اللي حاطينها داخل حساباتهم، قلت قيمتهم. ترون ليش؟ لأن الحكومة الأمريكية قالت أنا بسوي حل، بس لابد من معناه والحل مو زين. قالت أنا بطبع مبالغ زيادة، بطبع دولارات زيادة على أساس البنوك ما تخسر. البنوك اللي ما عندها سيولة الحين صار عندها سيولة. وأنت القانون الأول من بدي تطبع بيزات راحت على اقتصاد. وهاي الشغلة يسمونها طبعاً quantitative easing حق الأوادم اللي يبون يعرفون. فالدولار تقل القيمة مالته، وكل واحد عنده دولار ينظر. طبعاً هذا الحاشي اللي تكلمنا عنه هو المسبب الرئيسي خلى الأوادم يشكون في نظام المالي. هل هاي النظام صجي بمصلحتنا؟ هل هو فعال؟ في سنة 2009 صار في واحد يسمونه ساتوشي ناكاموتو. احنا لكن ما ندري هل هو شخص، هل هو دولة، هل هو حكومة، هل هو جروب هاكرز فنانين، سووا سيستم اسمه البيتكوين. وهاي البيتكوين الفكرة منه انا بيصير عندي نظام مالي حديث ما له علاقة بالبنوك تماما، ويمكن اقدر افق فيه ازل منها. فهذه سالفة البيتكوين، خلوني احب اشرح لكم شلون يشتغل بالضبط. طبعا قبل في السابق اني احول مبلغ من عندي لشخص ثاني بدون ما امر على بنوك كان يعتبر حلم، لان النظام ماشي كذي. بس الحين ويا البيتكوين كل شيء مستحيل. في البيتكوين ساتوشي ناكاموتو سوى حل الفكره الاساسيه ان انا اقدر احول مبلغ مثلا من 1000 لمليون بدون ما امر على احد في النص. فبالتالي ما في احد يسيطر على هاي النظام، ما في واحد عنده القوه المطلقه يتحكم في النظام. والشيء الحلو في البيتكوين، إذا مثلا أنت أيام البنوك تبي تفتح لك حساب، عادة تحتاج تجيب هويتك وياه، تحتاج تجيب وايد أوراق عشان تثبت إن أنا هاي الحساب ملك حقي أنا. في البيتكوين تقدر تسوي لك الحين حساب، بس ما يسمون الموضوع حساب، يسمونه والت أو المحفظة الإلكترونية. تقدر تسوي الشغلة على كمبيوترك حتى بدون ما تمر على ما تحتاج انترنت من الأساس، وهاي شيء جدا جميل. وفي شغلة تعتبر عند الأوادم شوية خطيرة، إذا أنا أقدر أبطل لي حسابي شلون بدي أراقب اللي طرفون المبالغ وأعرف لو واحد مثلا عندي أهداف إرهابية أو عندي غسيل أموال؟ للأسف وايد صعب في البيتكوين، وهاي الشغلة تخلي الأوادم شوية يخافون من
والشيء الحلو في البيتكوين انه اقدر احول مبالغ حق اي محل بدون اي قوانين، حتى لو عندك واحد في جهنم بعد تقطرش له فيزات. فهو بشكل عام في وايد فوايد وايد اشياء تخوف في نفس الوقت. اذا بغيت تستعمل البيتكوين اول شيء لازم تسويه ان تسوي شغله يسمونها المحفظه الالكترونيه، مو مجرد برنامج تنزله على كمبيوترك وبعدين بيعطيك شغله يسمونها الوالت ادرس، او اللي هو مثل ما نقول عنوان المحفظه الالكترونيه. وهذه معناته اذا بغيت احد يرسل لي مبلغ اعطيه العنوان مال المحفظه الالكترونيه يقدر يحول لي ويوصلني المبلغ، ونفس الشيء اذا بغيت احول حق احد احتاج منه العنوان الالكتروني حق المحفظه الالكترونيه. طبعا موضوع المحفظه الالكترونيه شوي بدي يخوف، ليش؟ لان انت في النهايه عندك برنامج تركب على كمبيوترك، معناته لو واحد بيبوق بيزاتك ما عليه الا يقصبوك الملف اللي على كمبيوترك اللي يمثل المحفظه الالكترونيه، وهذه من المشاكل اللي موجوده يعني بيتكوين. طبعا في اوادم شطار يقول لك انا ما بخلي المحفظه الالكترونيه على هيئه ملف على كمبيوتري، واشتري لي قطعه يسمونها توكن، قطعة إلكترونية بس أركبها في الكمبيوتر لين برسل مبلغ ولين بستقبل مبلغ، على أساس أضمن إن ما حد يبوق مني هاي الجهاز والبيانات اللي داخل اللي تمثل المحفظة الإلكترونية. هذه واحدة من الأمور جدا تعتبر بالنسبة حق موضوع المايننج أو اللي يسمونه التعدين، يمكن الشغلة سمعتوا عنها وايد من ربعكم، أنا ترى أقدر أطلع بيزات وأنا قاعد في البيت وببلاش. الفكرة جدا سهلة، نزل لك برنامج عادة يأخذ له يمكن على طبعا سرعة كمبيوترك وسرعة الانترنت اللي عندك بس تقريبا يوم لثلاثة أيام ينزل عندك البرنامج وينزل بيانات وايد على كمبيوترك تمثل كل العمليات اللي صارت في عالم البيتكوين من بدايته في 2009 لحد اليوم. من جدي صارفة ان الواحد يسوي التعدين تعتبر شوي صارفة صعبة، لكن من تنزل برنامج ما عليك الا تشغل البرنامج وخليه يشتغل بروحه، وبعدين مع الوقت على قوة كمبيوترك تقدر تطلع مبالغ. وهاي الشغلة صارت وايد طبعا انشهرت في الفترة الأخيرة، يسمونها proof of work حق العوالم اللي همهم يبحثون عنها. فالموضوع جدا سهل، لكن أنا أفضل أن تكون عندنا حلقة إن شاء الله ثانية بتحكي عن التعدين بالتفاصيل البحتة. البيتكوين في وايد أشياء زينة، لكن في بعد مصايب ما تخلص. عشان نكون حقانيين، مثلا البيتكوين ممكن من عند ذي الموضوع قانون تقدر تحول بيزات تحول فلوس، لكن مثلا اذا البنك المركزي ما يبي تسوي في بيزاتك توقع بيخليك؟ لان عادي انت مثلا تحول بيزات حق واحد ارهابي فرضا، هاي شيء استوى من قبل. دوروا عن سالفه يسمونها سيلك رود، دوروا عن سالفه شيء يسمونها الدارك ويب، وترى تفاصيلها علاقه بالبيتكوين تخوف. وغير ذي ترى البيتكوين يعتبر بطيء صراحة. طبعا في حلول الحين جديدة طلعت مثل اللايتنج نتورك وغيرين، بس البيتكوين ترى وايد بطيء. مقارنة سريعة، من تدفع بالفيزا كارد عالي ان العالم يستوعب 6000 عملية في نفس الثانية، ويا البيتكوين تتوقع من كم عملية؟ 6 عمليات بس في الثانية. شفتوا الفرق؟ من شذي البيتكوين بطيء. غير ذي البيتكوين ترى يصرف كهرباء وايد. الشغلة اللي تكلمنا عنها يسمونها proof of work، ترى ما تطلع بيزات من عدم، انت ترى الكهرباء ما تقدر تبدلها على اساس تسلم مبلغ. ففي الخليج فرضا الكهرباء عندنا ارخص من الدول اللي برا، فمن جد احنا عبالنا ترى قاعد نطلع بيزات ببلاش، بس في الواقع قاعد نبدل الكهرباء بالمبلغ اللي كان حاصله. وعملية التعدين تعتبر ضرورية حق نجاح عملية البيتكوين، من شدي الأوادم مستبحين عليها وفيها ريحن بروفيت.